الثقافي كما تعلمون هي وعاء كبير، فبالتالي سواء كانت مسرحية أو كان صحافي أو كان تمثيل أو كذا كله يصب في هدف واحد، وتعريف رفاقنا الحقيقة وخاصة الشباب، رفاقنا الشباب بالإنجازات بالمنجزات على مستوى القطر على المستوى القومي على كل هذه الأمور، النجاحات اللي بنحققها بالسياسي وبالاقتصاد وبالعسكر، فأكيد هذا الموضوع بدنا ننقله نحن سواء بمحاضرة ثقافية أو المسرح هو جزء من الثقافة، فبالتالي هو رسالة إيصال بعض المعلومات وبعض الأفكار لرفاقنا في القواعد والجمهور طبعا اللي هو حاضر هالمسرحية. فعاليتنا اليوم بعنوان برقيط وطن مسرحية، طبعا طلقت الفكرة من بعد مشروع السيد الرئيس لإصلاح إدارة بعد ما أطلقوه، وحاولنا نقدم شيء على طريقة الشباب، نقدمه للشباب كمان، هم تعرف الشباب هم زهور الوطن وأريجون، بدنا نوصل هذا الأريج لكل الناس. الفكرة الأساسية هي محاربة الفساد، هي الطاقات الشابة كيف فينا احنا نستغلها بمحاربة الفساد، كيف فينا نوعي الشباب، كيف فينا نستثمر طاقاتهم ونوجههم، كيف فينا نكون نحن وياهم إيد وحدة لبناء الوطن. تعرف الشباب هو الطاقة الأساسية بهالبلد، فحبينا بفرقة العلوم الاجتماعية إنه نقدم شيء بهالمجال هذا، وعملنا فكرة إنه مختار هي ضيعة مأهولة عن نظام ضيعة وهيك شيء إنه ما له علاقة إيه، وعالم إنه هنن كيف يرتشوا كيف بي يعني الناس الفاسدة بالبلد وإنه شلون بيكرهوا بعض بدل ما يحبوا بعض وبيضحكوا على بعض بدل ما يضحكوا مع بعض، إنه ما بينبسطوا بحياتهم، وبعدين بيجوا المفتش بفكروه إنه مفتش بس هو ما هو مفتش، وبيجي حدا تاني فهو نصاب بالأساس بينصب عليهم، بعدين بيجي المفتش الأساسي هو اللي بيخلصهم. أنا مشاركتي دور حمدو حاجة بالمختار اللي هو أساس أندبور وكذا، بس بيعرف كل شيء عن القصة بالمسرحية اللي بتصير. طبعا المسرحية قصة حلوة كتير، بتحكي عن الفساد وهذا الوضع بالمجتمع وكذا، وإن شاء الله رح نكون عند حسن ظنكم ونقدم لكم كل شيء بيعجبكم. حبينا نعمل هذا العرض، وكان أنا مشاركتي بدور العريف منصور، دور العريف اللي جاي يعني بس على القتال والضرب كذا، هو بيكون دور الجذب بالمسرحية، الصوت العالي بالمسرحية. بيقدم لي هيك وانا هدية وشنو بيني وبينك محب هالقدر خرز نازك يعني أوجبه على بيقدم لي اياها على الحرام ورشو